على بعد قذيفة مدفع صارت أولى مديريات العاصمة صنعاء، أو هكذا يمكن القول بعد أن أحرز الجيش الوطني تقدما في جبهة نهم وسيطر على عدة مواقع وتلال، جبل المنصاع الاستراتيجي والمنارة والمجاوحة وبيت الغول، كلها مواقع وقرى استعادها الجيش خلال اليومين الماضيين بعد معارك عنيفة جرت في هذه المناطق خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. وهذا الجبل اسمه لو جيت زيارته في الليل لكن شاهدت المناطق كلها، مطار صنعاء وسنحان وطرف جحانه، يعني هي من تحت هذا البلاد كلها مواقع من تحت. تلعب هذه الجبهة دورا رئيسيا كونها البوابة الأولى والرئيسية للعاصمة، وبات أقربها من حيث الطريق إلى قلب صنعاء، خصوصا وأنها تطل على منافذ هامة في مديرية بني حشيش وأرحب. المواجهات هنا تأخذ طابع التحدي، بل نابعة من روح الإصرار لدى أفراد الجيش الوطني الذي يتجشمون عناء المعركة على الرغم من صعوبة التضاريس الجغرافية، بل ويلعب بعضهم دورا على تقديم ملخص عن سير المواجهات في مسرح العمليات. قريبا ستتقدم قوات الجيش الوطني إلى مديرية بني حشيش. يواصل أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية القتال ومنذ سنة تقريبا ويزيد وهم بعيدون عن أسرهم، فأخذ مهمة التحرير على عاتقهم هي من أهم الأولويات بالنسبة إليهم. إحنا أولا طردونا من ديارنا وبلادنا، فكلفونا لنا الآن سنة وشهرين من البلاد. تقترب صنعاء شيئا فشيئا إذن، بل باتت على بعد كيلومترات من قوات الجيش الوطني، لكن السؤال الأهم الآن هل سيتخلى الإنقلابيون عن مغامرتهم؟ أم أنها ستدفعهم إلى المزيد من الخسائر بما فيها صنعاء؟